السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكون الحلقة الأخيرة في السيوني متاو، تمام؟ وبعد كده الحلقة الجاية إن شاء الله هنبدأ في مراجعة كاملة من أول الفورم لحد آخره، تمام؟ وبعد كده هنخش في الوضعيات القتالية والتدريبات اللازمة وكل شيء عن السيوني متاو قبل ما ننقل للفورم اللي بعده، تمام؟ دلوقتي هنعمل مراجعة سريعة على كل اللي خدناه من أول الفورم لحد الجزئية اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت، وبعد كده هناخد الجزئية الجديدة بتاعة النهاردة، تمام؟ يلا بينا نراجع. دلوقتي واحنا بنراجع مش هتكلم، هنعمل الاوضاع من غير نطق اسامي عشان طبعا تكونوا حفظتوها. هنفذ الوضعيات بسرعه عشان نبدا في الحلقه بتاعه النهارده، تمام؟ تمام، دلوقتي احنا رجعنا كده مراجعة سريعة على كل اللي خدناه في الحلقات اللي فاتت، تمام؟ دلوقتي هناخد الأوضاع الجديدة في حلقة النهاردة. آخر وضعية كنا واقفين فيها واحنا بالشكل ده كده، تمام؟ واقف الوضعية دي الجيكي مينج ما، وإيديك الاتنين في جنبك بالشكل ده كده. هتفتح كف إيديك زي ما حضراتكم شايفين كده، هتقوم داخل ضارب ضربة باك ساو تاني خدناها قبل كده دي، تمام؟ أهو بالشكل ده كده. قلنا ضربة الباك ساو ما بتكونش خارج حدود الكتف، يعني بيدوبك في الجزئية دي كده، ما تكونش برة ولا تكون جوه كده، لا اهو تاني الزاوية دي. اهو بتخش كده عند حدود كتفك، تمام؟ اهو بالشكل ده كده. تفتح كف ايديك تخش باك ساو، هترجع تاني عند السنتر لاين خط المركزي تاني اهو باك ساو. هترجع في الجزئية دي هتضرب ضربة جديدة النهاردة اسمها جي تشونج. جي تشونج، تمام؟ ازاي؟ اهو ضربت باك ساو، هرجع هنا هتقلب كف ايدك كده كف جانبي وهتضرب الضربة خارجة من السنتر لاين، يعني مش هنضرب كده او كده، لا كده من السنتر لاين اهي في خط المركزي في وسط الجسم، تمام؟ تاني باك ساو سنتر لاين جي تشونج اهو بالشكل ده كده اهو، تمام؟ اهو باك ساو، ترجع هنا جي تشونج من الخط المركزي الزاويه دي كده اهو، باك ساو سنتر لاين جي تشونج اهو بالشكل ده كده، او الكف الجانبي، تمام؟ تاني وانت في الوضعيه دي كده اهو في وضعية الجي تشونج هتقوم رافع ايدك كده تاني تان ساو اهو، وانت في الوضعية دي هترفع كف ايدك كده تاني تان ساو، تقوم عامل هيون ساو وقافل القبضة وراجع تاني، تمام؟ بعد ما بتخلص كل حركات في ايدك الشمال بتخش على الجزء اليمين، هي برضه اهو زي ما حضراتكم شايفين. تفتح كف ايدك بالشكل ده كده، تخش باك ساو، تقوم راجع تاني عند السنتر لاين، هتضرب ضربة جي تشونج اهو بالشكل ده كده، دفع للخارج والكوع يكون للاسفل عشان يبقى فيه قوه في الحركه، يعني ما تعملش ايدك كده وخلاص، لا الكوع يكون للاسفل كده من الزاويه دي. باك ساو جي تشونج من السنتر لاين، تمام؟ اهو باك ساو جي تشونج، هترفع ايدك تاني تان ساو وهتعمل الدوران هيون ساو وهترجع تاني، تمام؟ دي الجزئيه الاولى في الأوضاع الجديدة بتاعت النهاردة، تمام؟ تاني مراجعة سريعة كده، باك ساو جي تشونج تان ساو هيون ساو، ترجع تاني باك ساو جي تشونج تان ساو هيون ساو، ترجع تاني. دلوقتي هتخش على الجزء التاني بقى بعد ما وقفنا بالشكل ده كده، إنها هتخش تاني تان ساو تاني في الوضعية دي كده، هتخش تان ساو تمام تاني
الوضعيه اللي جايه المفروض تتعمل كلها على بعض كده بالشكل ده كده تان ساو جوات ساو، بس هنوريك ازاي بتتقسم. تمام، هتخش كده تان ساو، هتقوم راجع زي الو ساو كده، وتقوم نازل على تحت بره حدود رجلك في الجزئيه دي كده، ما تكونش كده ولا كده، لا اهو بعدها بسنه كده بتزيح حاجه للخارج كده. تمام، تاني تان ساو جوات ساو، بعد كده هترجع تان ساو تاني، هترجع تان ساو وهتعمل هيون ساو، وهتضرب تاني الكف الجانبي بالشكل ده كده اهو من السنتر لاين. تاني تان ساو جوات ساو او جان ساو، جوات ساو او جان ساو. تاني تان ساو جوات ساو، تان ساو تاني، هتعمل هيون ساو الكف الجانبي، بعد كده ترجع تان ساو هيون ساو وتقفل تاني. دلوقتي ايدك التانية هتعمل نفس الكلام، تان ساو هتقوم راجع تاني للخلف بالشكل ده كده، جوات ساو اهو، بعد كده تان ساو تاني، هيون ساو الكف الجانبي لتشينج او ضربة تشينج او البالم سترويك الجانبي، بعد كده تان ساو هيون ساو وترجع تاني. تمام كده خدنا الجزئيتين اللي في الوضعيات جدا النهارده. دلوقتي هنخش وضعيه مهمه جدا اسمها البونج ساو. الوضعيه دي بتستخدم في الدميه الخشبيه، وهتشوف دلوقتي بتتعمل ازاي. هتخش كده كانك داخل تان ساو، بس هتوصل اطراف ايدك التانية قريبه من حدود كتفك التاني، وهتقوم قالب ايدك بالشكل ده كده اهو، يعني عامل ثلاث زوايا، زاويه الكتف، زاويه الكوع، وزاويه صغيره للكف بالشكل ده كده اهو. تاني تخش لحد ما توصل للحدود دي كده، بس مش لازق في كتفك، لحد الحدود دي كده، وتقوم قالب ايدك بالشكل ده كده اهو، ثلاث زوايا. تمام، دي وضعيه بونج ساو. تاني من الزاويه دي اهو بالشكل ده كده. بعد ما بتعمل وضعيه البونج ساو بالشكل ده كده، هتقوم راجع تاني تان ساو، وهتسحب ايدك لتحت كده، وهتضرب الكف المعكوس. تاني بونج ساو تان ساو كف المعكوس، هترجع تاني تان ساو هيون ساو وتسحب تاني. تمام، نفس اللي بنعمله في الايد دي بنعمله في الايد التانيه اهو. هتخش كانك داخل تان ساو، وصلت للحدود التانيه هتقلب بونج ساو بالشكل ده كده، تقوم راجع تاني تان ساو كف المعكوس تان ساو هيون ساو، وترجع تاني من الزاويه دي اهو بونج ساو تان ساو كف المعكوس تان ساو هيون ساو، واقفل وارجع تاني. دلوقتي خدنا ثلاث اجزاء. الجزئيه اللي جايه دي وضعيه اسمها تات ساو او تشان ساو. تمام، وانت واقف بالشكل ده كده ايديك بتنزل زي جوات ساو للخارج، بس دي للامام بالشكل ده كده، ما هياش عاليه، ما هياش تحت رجلك كده، لا اهي لقدام بالشكل ده كده. المفروض تتعمل ازاي؟ اهي بالشكل ده، لكن بتيجي ازاي؟ بالراحه، وانت عامل ايدك دي كده، الثانيه بتيجي فوق ظهر دراعك بالشكل ده كده، وهي بتنزل او ما بتوصل لمفصل ايدك بيتقلب الكفين، اللي وشه لفوق هيبقى لتحت، واللي وشه كان لتحت هيبقى لفوق كده. تمام، تاني اهو بالشكل ده كده، ايدك الثانيه هتبقى فوق منها، هتوصل للجزئيه دي هيتقلبوا بالشكل ده كده، بس مش فوق بعض كده، مش مريح عليها، لا كده. بعد كده وهي بتبدل بترجع الثانيه مكان دي، يعني دي كانت كده، الثانيه هترجع مكانها كده. تمام، تاني وانت نازل هي ايدك بتبقى فوقيها، توصل للجزئيه دي، بعد كده بتبدل من غير ما تلمسهم لبعض، او حتى لو لمسوا بعض كده الاطراف عادي. تمام، تاني واحد اتنين تلاته، في التالته بقى بتضرب ضربه اسمها لين وان كيون، اللي هي اللكمات المتتاليه او التشين بانشز. تمام، تاني اهو واحد اتنين تلاتة، في التالتة بقى مش هترجع تاني، لا وانت في الوضعية دي كده هتقوم قافل ايدك وطالع بانش من السنتر لاين، والتانية واقفة بالشكل ده كده، والتاني من فوقيها كده هيغطيها اهو، بس مش هيخبطوا ببعض، يعني واحد اتنين تلاتة. في التالتة بقى ايدك هترجع لجنبك، عشان هتفتح تاني تان ساو هيون ساو، وهتخلص الفورم في الجزئية دي. تمام، الزاوية دي اهو، وانت بتوصل هنا هيقلبوا وترجع تاني، توصل هنا هيقلبوا وترجع تاني، هنا تالت مرة خلاص، ايدك هتقفل قبضة، واحد اتنين تالتة هترجع ورا، هتفتح تان ساو هيون ساو، ترجع تاني. تمام،
هنعمل الاثنين مع بعض، التاتس اول لين وان كيون تاني اهو. تمام كده ان شاء الله نبقى خلصنا فورم السيون بتاعه، وان شاء الله الحلقه الجايه هنعمل مراجعه كامله من اول وضعيه لحد اخر حاجه في السيون بتاعه. تمام بعد كده هناخد شويه تدريبات خفيفه كده لتقويه الرجلين في الاوضاع والخطوات والنقلات ما بين الوينج تشون، وبعد كده هنستخدم كل وضعيه في القتال. ما كده انتهت حلقه النهارده، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع كماله التدريب.